السلام عليكم، أنا علياء، عندي 28 سنة وأم لطفلين، متجوزة تقريبا من 10 سنين. جوزي راجل طيب ويعرف ربنا، الحمد لله مستورين بالتزامه في شغله، وأنا كمان حافظة القرآن كله، وكمان عندي ورد من القرآن الحمد لله كل يوم مواظبة عليه، عارفة ربنا كويس وعارفة تعاليمه، والتزامي أنا وجوزي مخلي حياتنا فيها بركة الحمد لله. جوزي بيشتغل ورادي، يعني ساعات بالنهار الوردية وساعات بالليل. مرة هو راجع من ورديته بالليل، وخصوصا إنها ساكنين في منطقة ريفية قبل بلدنا بشوية، لقى واحدة ست قاعدة على جنبه ومعاه على إيدها طفل رضيع وعمالة تعيط. طبعا لأنه راجل خدوم وطيب جدا، راح عندها وقال لها: مالك يا ست؟ خير؟ أمريني لو محتاجة أي حاجة ممكن أساعدك بيها، أنا تحت أمرك. قالت له: أنا مقطوعة من شجرة ومليش حد، ومش عارفة أروح فين بالواد ده ومعيش ولا جنيه. لا لي يا ست، فين اهلك؟ قالت له: ما اعرف ليش اهلي. امال انت كنت عايشه فين؟ قال له كنت قالت له كنت عايشه في بيت واحده صاحبتي. طب ومشيتي ليه؟ قالت له: انا شغاله الشغل ليل في الحاجات اللي انت فاهمها دي، وكنت بدي لجوزها مقابل قعدتها عنده. امال مشاكي ليه؟ قالت له: كان عايز يعمل معايا حاجه مش كويسه، وبعدين قال لها ايه، خفت تغضب ربنا لا سمح الله، ما انت كل يوم بتعملي كده مع الناس. قالت له: بس صاحبتي طول عمرها كويسة معايا، وبعدين دي صاحبتي من قبل ما هي كمان تتجوزه، صراحة استكترتها عليها ان انا اعمل كده من ورا ظهرها، ولما مرضتش رماني في الشارع انا وابني، ودلوقتي انا معيش حتى ولا جنيه اتحرك بيه. قال لها: خلاص يا ستي. كلم واحد صاحبه كان عنده شقة زي ما تقولوا كده عينها للزمن، استأذنه في مفتاحها لمدة 2 3 أيام يحط فيها واحدة معرفة كده لحد ما تشوف حالها. وفعلا راح وداها وجاب لها كل احتياجاتها الأساسية هي وابنها، وقال لها: كل شوية هاجي أشق عليك يا ستي واللي انت عايزاه من عينيا، وهحاول كمان أدبر لك أوضة ولا حاجة تقعدي فيها عشان تبقى دايمة، واللي يقدرني عليه ربنا. وجه حكالي على كل حاجة، صراحة ما خباش عني حاجة بالتفصيل، من ساعة ما خرج شغله لحد ما دخل الست الايه الشقة وجاب لها كل احتياجاتها. صراحة 2 3 أيام الست مش عارفة تتصرف ولا عارفة تروح اي مكان تاني، وهي صعبانة عليه جدا، وكل ما يخش البيت ملوش كلام غير عليها: ده انا رحت وجبت لها كذا، دي شغلة دماغي، دي غلبانة خالص، دي شكلها مش عارفة ايه، ده يعني مقطوعة من شجرة، يا حول الله يا رب لو كانت لقيت اهلي يلموها ما كانتش اغضبت ربنا ومشيت في الحرام، وحاجات من ده كتير. نسيت اقول لكم في الكلام ان انا الحمد لله رب العالمين، يعني مواظبه على كل شيء في طاعه ربنا، الا حاجه واحده، انا ما عنديش رغبه ابدا في العلاقه الزوجيه، وده اللي كنت دايما احساس عندي اني مقصره في حق جوزي وخايفه انه يذهب للحرام. قلت له: عايز اقول لك على حاجه. قال لي: ايه؟ قلت له: عايز اقترح عليك انك تتجوزها. قال لي: اتجوزها؟ انت اتجننتي؟ دي كانت شغاله بطال. قلت له: بس انت هتتوبها وهتبقى تحت طوعك، ويبقى انت كده خدت ثواب، وبعدين انا حاسه صراحه ان انا مقصره في حقك من ناحيه العلاقه الزوجيه، وانت لو اتجوزتها يبقى كده الميزان اتعدل، وانا مش هحس باي ذنب، انا حاسه ان انا هخش النار فقط من تحت راس الحكايه دي. صدقني انا مش هزعل ابدا ابدا، وتجيبها وتعيش معايا هنا ونبقى اخوات وعادي، وانا اهم حاجه عندي ان انت تبقى مبسوط ونربي ولادنا في جو كويس، وكمان نكسب ثواب فيها، مش يمكن هي دي البركة اللي ربنا بعتها لنا. جوزي قال لي، كان رافض في الحكاية صراحة من الأول وخايف جدا. قلت له: محدش يعرف عنها أي حاجة ولا يعرف حاجة عن ماضيها، أنت بس اللي عارف، وكمان هتربي عيل زي ده ممكن يكون معاها يضيع أو يفسد ويطلع حاجة مش كويسة، أنت لما يتربى في وسط عيالك وفي وسط بيت ويلاقي متابعة هيبقى كويس، ويبقى أنت كده كسبت أكتر من ثواب. صدقني فكر في الموضوع كويس أوي، هتلاقيني بعمل لك الصالح. صراحة جوزي قعد فترة يفكر، وبعدين في الآخر اقتنع بكلامي وقال لي: بس مش هتبقي زعلانة؟ قلت له: أبدا خالص، ده ربنا بعت لي الحاجة دي بالذات عشان ينجيني من عذاب أنا كنت مستنياه عشان مقصرة في حقك، ده غير إنك غالي عندي قوي وأنا مش عايزة أزقك لحاجة حرام. وفعلا راح جوزي عرض عليها، طارت من الفرحة والسعادة وقالت له: تمام، ده أنا كان نفسي بس حد يسترني ويوفر لي 4 حيطان ويرحمني من عذاب الشارع. وفعلا جوزي اتجوزها وجابها عندي البيت. أنا قلت لها أول ما دخلت:
انا وانتي متقاسمين في كل حاجة، ولو مش عايزة تعملي اي حاجة موجودة في الشقة انا مش مشكلة خالص، احنا اخوات. انا ماليش اخوات بنات خالص، كل اخواتي رجال، وانا اعتبرتك من النهاردة انتي اختي، انتي اختي وكمان ام لاولادي. وفعلا عدت الشهور والدنيا بقت تمام وكانت كويسة جدا، وكمان ما بتطلبش انها تخرج من باب الشقة. شوية شوية اتغيرت وبدأت تغير قوي لما يدخل معايا اوضتي، يعني كان بيتقاسم الايام بيني وبينها، كانت النار بتقيد فيها لما يدخل معايا اوضتي، رغم ان هي جايه عليا انا، يعني داخله شقتي وعلى بيتي وعلى اولادي وانا رضيت بكده، بس هي اللي كانت بتغير، وكانت شويه شويه تفتعل المشاكل. من بعد ما كان بيتنا هادي وما بيسمعش فيه غير صوت القران او صوت ترحيب بجوزي، دلوقتي بقت عندنا مشاكل يوميا، مفتعله المشاكل. وبعدين جوزي قعد معاها، انت عايزه ايه؟ بتعملي كده ليه؟ قالت له انا عايزه شقه لوحدي. قال لها والله انا ما اقدرش اجيب لك شقه لوحدي، انا اي نعم مستور ببركه ربنا، لكن ما اقدرش اجيب شقتين، شقه هنا وشقه كمان. والله يا بنت الحلال، هو ده الوضع اللي احنا نقدر عليه؟ كل يوم مشاكلها كانت بتزيد. وبعدين في يوم من الايام قالت له طيب خلاص ودينا عند اهلي في المحل. قال لها اهلك؟ ما انت مش كنت بتقولي ان مالكيش اهل؟ قالت له ليا اهلي، بس كانوا ابويا ما كانش بيطقنا وكان بيرمينا في الشارع، هروح اشوفهم واقول لهم اني اتجوزت. قال لها خلاص انا هروح اوصلك واركبك عشان اطمن انك ركبتي. وفعلا روح، اول ما راح المحطه قعدت تصوت وتصرخ في وسط الناس وتقول لهم ده جاب واحده ضر عليا في بيتي وفي شقتي، ده راجل ظالم، ده راجل مش عارف ايه. وطبعا السيدات المتطوعات من اللي موجودين في الموقف، يا حول الله يا رب، معلش يا بنتي، ليه كده يا ظالم، ليه كده يا مفتري. طبعا مش قادر ينطق، مش قادر يقول لهم ان هي كانت اساسا ماشيها مشي بطال وانا اللي توبتها. وفعلا ركبت وراحت لأهلها وقال لها يومين ثلاثة هاجي وهتفاهم مع أهلي وأشوف آخرة المواضيع دي إيه. راحت فعلا بعد يومين ثلاثة بيرن عليها التليفون اتفتح، وبعدين سمع صوت أكتر من راجل وهي بتصرخ وتقول لهم يا خبر يا خبر، ومن اللي بيتصل؟ يا خرابي، ده جوزي. تمام. وسمع أصوات رجالة زي ما يكونوا بيهزروا معاها أو في وضع مش كويس. وبعد شوية اتصل تاني، كانت هي طبعا فكرت في فكرة ان تخلي واحد من دول يقول له ان هم لقوا، ان هو لقى التليفون في الشارع، يعني التليفون ده وقع منها من الاخر، يعني الصوت اللي سمعه مش صوتها والرجالة اللي كانوا معاها ما كانوش معاها هي. هنا جوزي ادرك ان هي رجعت تاني، ولا راحت لاهلها ولا حاجة، هي رجعت تاني للمشي البطال اللي كانت ماشياه. المصيبة الاكبر ان هي لسه على ذمته، قبل كده كانت بتعمل الحاجات دي وهي مش على ذمته، دلوقتي هي على ذمة راجل، وراجل كمان محترم والمنطقة ريفية. المصيبة واحنا بندور لقيناها واخدة كمان وصل أمانة، جوزي كان واخده له فلوس عند حد، واخد وصل الأمانة، خدت وصل الأمانة دي معاها تقريبا علشان هي اللي تاخد الفلوس من الراجل أو حاجة زي كده. قلت له الحمد لله قد كده، راح عمل محضر وأثبت فيه إن وصل الأمانة مسروق منه علشان ما تقدرش تعمل بيه أي حاجة. دلوقتي هو مش عارف يعمل إيه، يطلقها ولا يروح يجيبها ولا يعمل إيه. بس في النهاية صراحة أنا بقيت قدامه دلوقتي زعلانة وخجلانة جدا من نفسي، أنا علشان أطلع نفسي من وزر وذنب إني مقصرة في حقه في العلاقة الزوجية، أقوم أدبسه إني أتجوز فتاة ليه؟ يا جماعة مهما كنتوا طيبين وعندكم سماحة نية، بلاش سماحة النية توصلكم إنكم تثقوا في ناس ما تعرفوش أخلاقهم أو ما تعرفوش أصلهم من فصلهم أو حياتهم السابقة، لازم تتأكدوا الأول. سلام عليكم.